كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. بنزرت من أقصى الشمال، فنانة تشكيلية تشاليتي غافور حفر. جينا باش نشاركوا في التظاهرة هذية ثالثة في تطاوين، بالضبط في السمار، بلاصة نعملوا إشهار، بلاصة مزينة برشا برشا برشا، وبالحق نستدعى العباد باش يجيو وباش يشوفوا القصور الكوشمار كوشمار كيكا مولنا. وان شاء الله نتاع نكملوا هكا في امبيونس حلوه محليهم. معانا مغاربه، معانا واحد من سلطنه عمان، ومحليها هكا التعارف. السلام عليكم ورحمه الله. احمد الشبيبي من سلطنه عمان، فنان تشكيلي. شاركت هذه التظاهره في دورتها الثالثه. الحقيقه انا سعيد ب عدد المشاركين وبتنوع الثقافات الموجودة من ما يقارب 7 أو 8 دول مشاركة. بالفعل تهمني مثل هذه المشاركات، أنا كفنان تشكيلي وكقاري في مجال الفن حاليا في ماستر في حضر ماجستير في صفاقس. تهمني مثل هذه التظاهرات، تهمني أني أحتكي بالفنانين بشكل مباشر، مجموعة من الفنانين، مجموعة من النقاد في هذا الملتقى، واتمنى ان شاء الله اقدم شيء يليق بهذه التظاهره. جمال المصري الشرقاوي من المملكه المغربيه، جينا مشاركين هنايا في تونس في تطاوين، حنا دابا في سمارين في الدوره الثالثه ديال مهرجان فلاش كولور، ونتمنى تكون عندنا اضافه ونخليو شي بصمه ديالنا في هذا المهرجان، ونتمنوا ليه التوفيق والجميع ديال اللي تعرفنا على الناس من تونس بزاف بزاف ديال الناس برشا في الكلوات التونسية. وتبارك الله عليكم، نتمنى لكم التوفيق.